جبتوا له كرسي؟ ايه صفوا كراسي الحضور بحيث انه يكون في فراغات بيناتهم. لا لا ترى جسمه مو لقيان، جبتوا له غدا؟ ايه منيح لانه مرته ما عم بتغذيه منيح. جيبوا ملح وسكر للطوارئ. يلا اعطيني تيست لشوف. تمام يلا كل شيء جاهز. رولينج. اهلا وسهلا بكم. بعد كل أزمة بتصير ومع كل انهيار جديد بالبلد بتبلش أصوات العالم تطلع وتطالب بحلول جذرية. هون بيجي الفارس الهمام منقذ الشعب نصير الطبقة الكادحة وبقيل الحكومة وبعين حكومة جديدة. الحكومة الجديدة تعني أعضاء جدد بأفكار جديدة وأعضاء قدماء بأفكار متجددة. وما شربش الشاي أشرب أزوزة أنا. بس الفارس الهمام اللي صار له مغير 5 وزارات من 2011 لهلأ نسيان يغير خطابه. لاحظ بأن هناك فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين. لدينا دائما مشكلة بين المسؤول والمواطن، هي مشكلة تواصل. هذه الثقة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الشفافية الكاملة مع المواطن. وأنا أقول أسهل طريقة هي أن يكون إنسان شفاف وعفوي. عندها بكل تأكيد المواطن السوري واعي وسيكون متفهم. وأنا أعتقد ومتأكد بأن المواطن سوف يتفهم. هلأ شوفوا للأمانة هو مطور شوي بخطاباته، يعني بال2011 كان يستخدم أمثلة فيزيائية. عندما نسير بنفس الاتجاه فستكون محصلة القوى هي في حدها الأقصى. أخطر شيء هو أن يكون هناك تناقض في التوجهات بيننا وبينه. ستكون محصلة القوى صفر وسيكون الإنجاز هو العودة إلى الخلف. بس بال2020 وتطور وصار يستخدم أمثلة حديثة، أندرويد وويندوز وهالحبش تكلات. بأي حاسوب أو أي هاتف ذكي قد يشتري جهاز من هذه الأجهزة وفيه معالج متطور جدا من أهم المعالجات، ولكن نظام التشغيل متخلف. ما هي النتيجة؟ جهاز متخلف. لك ما هذا الفيديو، ما هذا هو نفس المثال بس بخطابه الجديد. يعني عمليا نستطيع أن نشبهه بأي نظام تشغيل لحاسوب أو لهاتف ذكي. إذا كان هذا النظام نظام تشغيل متخلف فهذا يعني بأن كل التطبيقات الحديثة لن تعمل بشكل جيد أو لن تعمل مطلقا. خطاب الدكتور بشار كان مليء بالحلول العملية لكل مشاكل البلد. يعني مثلا الليرة عم تهبط، بسيطة. الدفع الإلكتروني، يعني لو فكرنا اليوم بعناوين مثل الشفافية، الفساد، قوة الليرة وغيرها من العناوين كلها تصب عند موضوع الدفع الإلكتروني. عفوا بلا مؤاخذة، شو رح يستفاد المواطن من الدفع الإلكتروني إذا عمله ما في؟ هي تخفف الأعباء عن المواطن من خلال تسهيل عمليات الدفع في الأماكن المختلفة. الله يعافيك. تعال بكرة. حط الرمز مع الموافقة خالص. بعام 2017 أطلق سيادته مشروع الإصلاح والتطوير، الهدف منه تنظيم عمل الوزارات والتنسيق مع بعض. هل يمكن أن نتحدث عن حليب من دون معامل للتعبئة؟ لا يمكن. طيب الأول يتبع للزراعة والثاني للصناعة، من يخلق مشروع مشترك؟ أنا بقول لك ياها بس بمثال تاني. عنا شعب قلة الأدب وخرج من حظيرة الطاعة، وعنا دكتور بيطري، منجيب هالدكتور البيطري ونحطه وزير التربية حتى يربي الشعب ويرجعه لحظيرة الوطن. وطبعا ما معقول خطابات سيادته تخلو من الحكم والنصائح. فلقد حدثنا بشار بن حافظ عن التواضع واحترام الرأي فقال: التواضع لا يعني فقط أن نعيش بشكل قريب من الناس، ولكن أيضا احترام الرأي. واحترام الرأي لا يعني احترام الرأي الذي أتفق معه، أحترم الرأي الذي لا أتفق معه. يعني شو بدي أحكي عن احترامك للرأي المخالف؟ مجلدات ما بتكفي. أصلا احترامك للرأي المخالف صاروا يدرسوه بأرقى الكليات العسكرية، وأكيد وزرائك رح يطبقوا نصايحك بحزفيرة. بس بدك الصراحة هن خايفين يغلطوا وتعاقبهم. لا تخافوا من الخطأ، لأن الخطأ هو جزء من الطبيعة البشرية، فعلينا أن لا نخاف من الخطأ. كلنا نخطئ يوميا، وأنا أخطئ مثل أي مسؤول في هذه الدولة. لا لهون وبس. الوزراء بيغلطوا وأنت لا، مجلس الشعب بيغلطوا وأنت لا، الشعب بيغلطوا وأنت لا، فريق الإعداد بيغلطوا وأنت لا. وأنت بتغلط يا لا يا تعال هون.